بنقابل الشيخ محمد عبد الله نصر في بيته الجميل في منطقة السيدة زينب. وأول سؤال لحضرتك، أنا بس عايز أعرف ترد تقول إيه للناس اللي بتهاجمك؟ أرد أقول لهم ما تنشغلوش بمحمد عبد الله نصر، ما تنشغلوش بالشخص، انشغلوا بالفكرة. شوفوا أنا بقول إيه ودوروا وشوفوه هو صح ولا غلط. دايما خلوا منهجكم في الحياة إن أنتوا مش بتتعاملوا مع أشخاص. ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاعملوا إيه؟ ما قالش شوفوا الشخص ده فاسق ولا مش فاسق، قال إيه؟ فتبينوا. فتبينوا يعني دوروا على الشخص ده، دوروا على الأفكار اللي بيقولها الشخص ده. أنا طرحت أفكار عايزكم أرجوكم تشغلوا عقلكم فيها وتتأكدوا إن هي موجودة ولا لأ. أنا مش مهم، المهم القضية. عايز أعرف مين أكتر ناس بتهاجمك وهجومهم بيزعلك قوي؟ أكتر ناس هجومهم بيزعلني رفقاء من الثورة، لأن أنا بالنسبة لي بحسبها حسبتين. الأول ثورة يعني ثورة على الأفكار اللي في العقل، ثورة يعني تطور وتغيير وإعمال للعقل. فلما باجي أطرح قضية عادلة وبتقول إعمال العقل والتفكير في التراث الديني القديم والخرافات الموجودة فيه وييجوا يرفضوها، أحس إن أنا اتخدعت، إن هما ده إزاي كانوا صوار وبيقولوا تغيير، زي ما قلنا 25 تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. اتنين، إن هما كانوا رفقاء في درب النضال وعارفيني كويس وعارفين سلوكي وأنا عايش إزاي، فنظرية التآمر تشتغل عندهم. إشمعنى في التوقيت ده؟ ليه بالذات فتحت موضوع التراث الديني؟ وكأن مش شايفين الجنة اللي الشرق الأوسط فيها؟ ما شاء الله، داعش بتفرق ورد وبومبوني على المواطنين، والإخوان والسلفيين في ليبيا بيفرقوا ياسمين، وفي سوريا هناك بيعملوا مهرجان الزهور الأول. ده ناس بتقطع رؤوس بشر باسم الإسلام. فلو ما حدش يتكلم في التراث الديني النهاردة يبقى على الإسلام السلام. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.